مساء العافية، مساء الجمال على عيونكم الغالية. وفي محطة أخرى من محطات الفن والجمال، عادة نبحث كثيراً في مجال التضاد اللوني والصراع الأزلي بين الفن والجمال والصراع الأزلي بين الأسود والأبيض. فن اليوم هو فن الجرافيك، هذا الفن الذي يبحث عنه الكثير ويبحث في تفاصيله. اليوم حلقتنا حلقة استثنائية، سنبحث في هذا الفن ما هو وكيف يدرس الآن في معاهد وكليات الفنون الجميلة. كونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. رغم غرابة مصطلح الجرافيك عند البعض، ولكنه فن معروف ومستخدم منذ القدم، ويعرف أنه فن قطع أو حفر أو معالجة الألواح الخشبية أو المعدنية أو الحجرية أو أي مادة أخرى، يهدف تحقيق أسطح طباعية والحصول على تأثيرات فنية تشكيلية مختلفة عن طريق طباعتها. وهناك أنواع وتقنيات كثيرة لأنواع الجرافيك، منها الطباعة من سطح بارز كالحفر على الخشب أو المعدن أو غير ذلك من الخامات. الجرافيك ظهر منذ قديم الأزمان، ظهر في رسوم الكهوف، حيث كان الإنسان القديم يرسم بطريقة الطبع على الكهوف. والجرافيك معروف هو طبع النسخ المكررة، يعني أكثر من نسخة للفنان يقدر يطبع مثلا. فالجرافيك ظهر في منذ قديم الأزمان، واشتهر الجرافيك في الفترة المعاصرة من كثير من الفنانين العالميين والعربيين وحتى العراقيين، فظهر في رسوماتهم الكثير من الرسوم الجرافيكية. النشأة الأولى للجرافيك هي يعني موغلة بالقدم، يعني قبل الرسم والنحت وقبل هاي، يعني منذ البصمة الأولى اللي وضعها الإنسان على أول كهف قبل 30,000 سنة، هي هاي تكون أول عمل جرافيكي. يعود تاريخ فن الجرافيك إلى عمق العصور القديمة عبر تاريخ العراق القديم، وأيضا بدأ بالظهور في المخطوطات المصورة في الصين القديمة ومصر واليونان وروما، حيث كانت النصوص مرفقة بالصور لتوضيح الكلام المكتوب، ومن أمثلتها كتاب الموتى المصري القديم. ويذكر أن فن الجرافيك تطور في العصور الوسطى ليخدم الجانب الديني، بحيث كتبت المخطوطات التي تحتوي على الكتابات المقدسة وأرفقت بها الرسومات والصور لتحفظ على صفائح معالجة من جلود الحيوانات تسمى الرق. الجرافيك بمجالاته هواية وتقنياته هواية عديدة، ومثل الحفر على الخشب على الزنك، الطبع سيليك سكرين، ونستخدم مجالات كثيرة نقدر نستفاد منها بحياتنا اليومية، كتجارة هم نقدر نستغلها، الملابس، طبعة الملابس، الإعلانات، الإلكترونيات، تصاميم مواقع، برامج، هاي كلها احنا نشتغلها الجرافيك. فن الجرافيك نقدر نستخدمه بالجرافيك ديزاين او الارت، بنستخدم البرامج الفوتوشوب واكثر من برنامج خاصه بالحاسبه، نقدر نصمم السكتش او نرسم بالحاسبه ونحولها الى لوحه ارت. هواي بها استخدامات، نقدر نستخدم جرافيك هنا باختصاصنا بالفنون التشكيلية، شوية يختلف عن التصميم الطباعي. كما تطور فن الجرافيك ما بين القرن العاشر والخامس عشر في العهد الإسلامي، واستخدمت النمنمات الفارسية في تصوير الأشكال البشرية والحيوانات والمباني والمناظر الطبيعية وأنماط زخرفية أخرى. اخترع الصينيون القوالب الخشبية المستخدمة للكتابة والكتب المطبوعة على الورق لتحل محل المخطوطات باهظة الثمن. وفي القرن الثامن عشر تطور فن الجرافيك لتصبح طباعة الرسومات فيه باستخدام الصفائح المعدنية التي ترش الحبر على الورق. وفي مطلع القرن التاسع عشر أصبحت الطباعة وسيلة لنشر الرسومات والزخارف لتصل إلى أكبر عدد من محبي الفن. لبرنامج فريم مع منى مرعي، سمير الحميدي، العراقية. شكرا لزميلنا على هذا التقرير، وعودة إلى ضيف اليوم. ضيف اليوم ضيف مميز، له باع طويل في دراسة الفنون الجميلة وأيضا في الفن المقصود لهذا اليوم، ألا وهو فن الجرافيك. معي الدكتور محمد الكناني، فنان تشكيلي وأستاذ في كلية الفنون الجميلة. أهلا وسهلا دكتور. أهلاً محمد، أهلا وسهلا. نورتني، واليوم سعيدة جدا بهذا اللقاء.
الضاني كذلك في برنامج فريم الراقي حقا اللي يقدم إطلالات كبيرة على الفن والثقافة العراقية. الله يخليك، هذا شرف. إنه دكتور، اليوم محور حلقتنا هو محور أعتقد يهم الكثيرين من دارسي الفن، لأنه فن الجرافيك هو فن مهم جدا عالميا وعربيا وعراقيا أيضا، لكن لا يفقه عنه الكثير ربما لأن هناك تعتيم أو قلة بعض البحوث والدراسات عن هذا الفن. كلمني عن فن الجرافيك، ما هو وأين هو اليوم في بلدنا العراق؟ طبعا الجرافيك هي تقنية من تقنيات الإظهار، أشرة من الرسمي والنحتي والخزف وباقي الفنون الأخرى. منذ بدء الإنسان الأول في الكهف وضع أول يد قد لطخت بالدم عندما قتل الفريسة على سطح الكهف، وتكررت هذه الطبعات. من هنا يمكن أن نؤشر إلى أن الجرافيك هو فن الطبعات المتعددة أو اللوحة ذات النسخ المتعددة. فالجذريات الأولى للفن الجرافيك هي لم تكن جرافيك بالمعنى، يعني لم تكن برينت ميكينج أو جرافيك ديزاين، وإنما كانت هي عبارة عن طبعات اختلفت الوسائط الناقلة. فمتى على سبيل المثال في وادي الرافدين الختم الأسطواني الذي عثر على طبعات الختم، الأثر الذي حققه الختم الأسطواني، ثم استدلوا على أن هناك ختما أسطوانيا، يعني أن هناك كليشة أولى وتطبع عليها نسخ متعددة. فلذلك يمكن أن يؤشر هذا أيضا من الجذريات الأولى لفن الطباعة. ثم لاحقا وفق طبعا التحولات الكبرى في العقائدي والمفاهيم الفكرية والاجتماعية، احتاجت الكنيسة إلى أن تنتشر الديانة المسيحية أو ينتشر الإنجيل، فوجدوا في الجرافيك، طبعا هذه البدايات الأولى طبعة الليثوغراف، هنا نشأت الطباعة وتعدد النسخ، أن ينتشر الإنجيل. فلذلك اعتمدت طباعة الليثوغراف كواحدة من أهم الطباعات الحجرية، طبعا فترة الطباعة الحجرية الأولى التي تعادل الآن الأوفسيت، وطبعت النسخ الأولى للإنجيل مع مصورات الإنجيل، وبدأت تنتشر بشكل كبير جدا. هذا رحل إلى منطقة الفن والحقل البصري. يعني ديرور الألماني في القرن الثامن عشر تقريبا كان من الرواد الأوائل الذين بشروا بهذا الفن، واشتغلوا على الإيتشينج والدراي بوينت والليثوغراف اللي هي تقنيات طباعية للإظهار وتعدد النسخ. ثم طبعا في فرنسا وفي ألمانيا وفي لاحقا في الاتحاد السوفيتي والمجموعة الاشتراكية، ومن ثم في أمريكا أصبح الفن الجرافيك مساحة أوسع، ومن ثم انتقل طبعا إلى المنطقة العربية من خلال رواد الفن الجرافيك، ومنهم العراقيين والكبار الذين درسوا في بولونيا وفي الصين الشعبية، وأيضا درسوا في أمريكا وفي إنجلترا. فلذلك أصبح الفن الجرافيك حضورا في الحركة التشكيلية العراقية أبان ستينيات القرن المنصرم وفي سبعينيات القرن المنصرم وفي ثمانينيات القرن المنصرم، ولكن حقيقة لم يكن المشهد التشكيلي الجرافيكي بالحركية أو المشهد الواضح مثل حقل الرسم وحقل النحت، وذلك لصعوبة هذه صعوبة التقنية والأجهزة المرافقة لعملية الطباعة، إضافة إلى المستلزمات الأخرى اللازمة للطباعة والتخصص الدقيق، لأنه هو ليس متاح للكل، يجب أن يكون هناك متخصص يفهم طبيعة الخامة وأيضا طبيعة العمل الجرافيكي الذي يختلف عن الرسم، وإن كان هو المشهد ومشهد رسموي، ولكن الذي يختلف أن هناك تقنيات خاصة في الإظهار تتناسب مع قيمة الخامة أو المعدن أو الوسائط الناقلة لعمليات الإظهار، وطبيعة طبعا الطباعة سواء كان طباعة ميكانيكية أو الطباعة اليدوية. طبعا هو الطباعة أولا بدأت يدوية ثم تحولت إلى ميكانيكية ثم إلى الآن إلكترونية ورقمية وهكذا، لأنه طبعا بالتطور والحاجة والرغبة الكبيرة لنشأة هذا الفن واشتغالاته. طبعا واحدة من الأشياء المهمة جدا مدرسة نيويورك في أربعينيات وخمسينيات القرن المنصرم عندما تشكلت نواة الأولى لمدرسة نيويورك وبدأ الفن الأمريكي بمساحته الكبرى، استعين أو كان الفنان الأول الذي استعينت به أمريكا، يعني مؤسسة غوغنهايم العظيمة الذي صنعت هذا الفن هو أندي وارهول. أندي وارهول هو الطباع سيليك شكلين، طباع سيليك شكلين ويشتغل في مجال الإعلانات، لكنه يمتلك ذهنية كبيرة جدا، إضافة إلى ذلك هو عنده وعي، استعان بمجموعة من الفنانين الآخرين الذين رافقوا لتشكيل مدرسة نيويورك أو فنون نيويورك المعاصرة والحديثة، فأصبح الفن الجرافيك مساحة واسعة. طبعا العالم سبقنا نحن كعراقيين طبعا في هذا الجانب في تنظيم معارض الجرافيك العالمية، بينالات كبرى ربما في تشخيص كفن بحد ذاته كفن. نعم. احنا طبعا ان وفدنا في ستينيات القرن المنصرم الاشتغالات كانت خجولة يعني حقيقة ومحدودة،
وما زال الفنان الجرافيكيون في العراق محدودين جدا، لكن تبقى تجربة الفنان الكبير رافع الناصري والفنان الكبير سالم الدباب من كبريات التجارب الأولى الرائدة في فن الجرافيك. ثم طبعا تلاها جرافيكيون كبار جدا مثل الغالب ناهي، هادي نفل، طبعا دول من الكبار يعني طبعا المؤسسين، وطبعا ضياء العزاوي واحد من أهم من اشتغلوا في مجال الجرافيك وحقق مساحة واسعة. طبعا اكو جيل آخر اللي هو أنا مال الله، كريم رسن، سلام عمر، سامر نعمة. أسامة، فاضل نعمة، طبعا فاضل نعمة جاء لاحقا. أيضا عندنا نديم كوفي، عندنا نزار يحيى، ذولا طبعا يعتبرون من كبار الجرافيكيين في جيل الثمانينات، وأمطوا مساحة واسعة للجرافيك. المشاغل اللي تشكلت في العراق كان لها الدور الكبير جدا في أن ينتشر فن الجرافيك. وزارة الثقافة طبعا العفو ساهمت بشكل كبير جدا في أن تستورد مجموعة من المكان ووزعت على مجموعة من الفنانين. دكتور، من خلال كلامك يعني أريد أعرف أول ظهور عبر التاريخ. أريد نوثق اليوم من خلال حلقتنا أول ظهور للجرافيك تاريخيا، وين كان بالضبط؟ هو لم يوثق بشكل تاريخي. إحنا لا نتكلم عن التوثيق، ربما عن ظهور كفن، يعني ليس كفن وإنما كتكنيك للجرافيك. كتقنية قلنا إحنا رسوم الكوف الأولى تعتبر أول طبعات للجرافيك عندما كررت طبعات اليد، ثم لاحقا السلندر اللي هو في بلاد وادي الرافدين عندما يحضر. إذن أول ظهور كان بالعراق. طبعاً هو الظهور الأول لطبعات، هي ليس جرافيك ولكن طبعة، فعل الطبعة وتقنية الطبعة. في أوروبا حقيقة في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر بدأ ظهور الفن الجرافيك بشكل واسع، ليس كفن وإنما كان مرافق للطباعة. كتقنية. طباعة يعني جماعة مثلاً جماعة الباربيزون ميليه على سبيل المثال، ميليه ومية كانوا مساهمين في هذا الجانب عندما أسسوا أول جريدة، فكان فن الجرافيك تحديداً الليثوغراف داخل كبير جداً في عملية الطباعة. لكن أعمال فنية وثقت بشكل رسمي أنها أعمال جرافيك مثل ديرور الألماني للقرن السابع عشر والثامن عشر، وأيضاً أعمال رامبرانت وأعمال فيرمير وأعمال جيوتو وجزء كبير من أعمال بيكاسو طبعاً في القرن العشرين، يعني القرن التاسع عشر والعشرين، وثقت أعماله كوحدة من الشواهد المهمة جداً. ألمانيا أخذت مساحة كبيرة، يعني كريشنر وكيكوشكا وإيمين نولدا وجيمس أنسور التعبيرين الكبار أيضا كانوا يشتغلون في مجال الجرافيك. واحد من أهم الجرافيكيين العراقيين بالمناسبة الآن عايش في سويسرا هو مظفر أحمد، يعتبر ظاهرة كبيرة في فن الجرافيك العالم الآن، يعني وله مساحة واسعة. لكن إحنا طبعا الإعلام وتعتيم الإعلام عن فن الجرافيك في العراق تحديدا لم يعطي هذا الرجل حقه حقيقة. ايضا عندنا ظاهره عربيه جيده في الجرافيك، يعني من المفارقه انه في اليمن وفي السودان تحديدا هناك جرافيكيين كبار، وشهدت الساحه التشكيليه العربيه جرافيكيين مهمين من اليمن ومن السودان. المنطقه العربيه، المغرب العربي على سبيل المثال، تونس والجزائر والمغرب، حفارين ممتازين كانوا هناك حفارين، يعني مثلا عندنا دكتور مهدي عبد الله واحد من الحفارين التونسيين المهمين جدا وهو صديق يعني حقيقه. أما الحفارين العراقيين طبعا هو بالمناسبة الجرافيك يسمى حفار وطباع، والحفار وطباع هو نسبة إلى التقنية وليس إلى المهنة حقيقة. لأنه فنان تشكيلي، لكن عملية التضايف ما بين فن الجرافيك والاتجاهات الأخرى بدأ يأخذ مساحة. يعني مثلا على سبيل المثال روشنبرغ واحد من أهم الفنانين الأمريكان في مدرسة نيويورك الذي شكلت طباعة السلك شكلين بتأثير أندي وارهول تحديدا، تشكل واحد من أهم الثيمات الرئيسية في إنجاز أعماله. وأيضاً ليشتنشتاين مدرسة بالإضافة إلى البوب آرت بكليته كان يستخدم ويستعين بالطباعة الجرافيكية في السيليك شكرين والإيتشينج لدراي بوينت، حتى الوود كات واللينو كات كان أيضاً مؤثر بشكل كبير جداً وإدخاله في عملية إنتاج أعمال فنية ذات طبيعة أو سمات جرافيكية. وهذا انعكس على الخزف، يعني ماهر السامراء كتجربة في العراق على سبيل المثال أغلب أعماله بها حس جرافيكي. بالضبط. مثلا عندنا في النحت على في النحت ايضا هذا النحت البارز باغلبيته هو يشبه عمليه الحفر اللينيوم والوود كات، يعني اللينو كات والوود كات، يعني يشبه الحفر على الخشب والحفر على. لكن الفارق وين؟ احنا طبعا المسمى الجرافيك هو خطا، احنا الحفر والطباعه يسمى البرنت ميكينج، اما الجرافيك يرتبط بالديزاين، يعني جرافيك ديزاين اللي هو التصميم الطباعي. الجرافيك هو الطباعي، لكن اي نوع من الطباعه؟ احنا في الجرافيك تحديدا يعني بالبريت ميكينج والاختصاص الدقيق عندنا ما يقارب العشر تقنيات، يعني الوود كاتس واللينو كاتس الايتشينج الدراي بوينت الوود كات الليثوغراف عندنا السيليك سكرين والطباعه الرقميه اضافه للمونوتايب والكيلوغرافي وايضا الان الطباعه الليزريه.
طبعا يضاف إليها ايضا السي ان سي، الان طباعه الحفر بالسي ان سي ايضا يضاف الى الجرافيك. سابقا كانت المنظمه العالميه للجرافيك تشترط الايفنتس للجرافيك يجب ان تكون 22 طبعه فقط. طبعا اكو تقاليد خاصه احنا الجرافيكيين نشتغل بتقاليد خاصه، الحبر، نوع الورق، نوع الطباعه، طبيعه التوقيع يجب ان يكون سنتيمتر اسفل الطبعه ويكون بالرصاص بقلم الرصاص، وهذا التقليد ما زال لهذه اللحظه قائم. مثل ما اشرت بالمسابقات العالميه اشترطت الجمعيه العالميه للجرافيك ان تكون الايفنتس في ال 22 طبعه فقط بالايتشينج هذا تحديدا، لانه المعتمد عالميا هو الايتشينج اللي هو الحفر بالحامض الزنك اقصد والليثوغراف والوود كاتس، ذن المعتمدات عالميا. والسيليك سكرين ياتي بمرحله اقل قيمه يعني لانه تجاري شوي، يعني ممكن يكون به تسويق عالي. لكن الان حقيقه بدات تتساهل في هذا الجانب لظهور التقنيات التكنولوجيه المتقدمه الرقميه، وبدات عمليات الطباعه تاخذ مساحه اخرى ومنحى اخر. فبذلك الان اتيح لانه حتى ممكن تشتغل فوق العمل ايضا نفس العمل تشتغل فوقه. طبعا احنا العمل، وهذه ملاحظه دقيقه، عندما نريد ان نشتغل اعمال جرافيك طبعا نسوي الحفر اذا كان زينك مثلا على سبيل المثال بتقنيه المعروفه وممكن نتحدث عليها لاحقا، لكن اثناء عمليه الطباعه الطباع شو يسوي؟ يحفر يطبع طبعه واحده تسميها تي تيست، تسميها ارت بروف. ارت بروف هي الطبعه التجريبيه اللي يجب ان تكون الطبعات كل الطبعات الاخرى مقاربه لهذه الطبعه 99% الى 100%، وتكون طبعا هذه هي فنيه اكثر. نعم. الفنان طبعا يحتفظ بها وتكون هي الماستر بيس. لاحقا مثل فنان كبير مثل اسماعيل فتح الترك اللي هو النحات العراقي الكبير المعروف. نعم. الفنان المهم اشتغل في حقل الجرافيك، وكان طبعا مشغل الميزان واحد المشاغل الاولى في العراق تاسست وساهمت في نشر هذا. طبعا سلام عمر، يعني تحيه للاستاذ طبعاً. سلام عمر حقيقه الفنان والجرافيكي المهم. نعم. كان عنده ورشه مهمه جدا وسهلت العمليه ان ينتشر فن الجرافيك في العراق. اسماعيل فتاح الترك واحد من الفنانين انا اعتبرهم التنويريين الحداثيين الكبار اللي ادخلوا مساحه اوسع، قربوا الفن فن الرسم من الجرافيك عندما كان يشتغل على طبعات الجرافيك، وضع ايضا مساحه اخرى للتجريب المستمر جدا، وان تصبح لوحه الجرافيك ليس لوحه تراديشنال، ليس تقليديه بالمعنى، لكنها لوحه انتقلت من مرحله لوحه الطباعه المتكرره المستنسخه الى اللوحه ذات القيمه المتحفيه وذات القيمه الشرائيه حتى التسويقيه الكبيره في العراق. فنان اخر مهم يعني ممكن ندخل في هذا الجانب هو الفنان الكبير ضياء العزاوي، وكان من اول الفنانين في العراق اللي وثق لهذه الحركه وأعطاها مساحة واسعة حقيقة. وأيضا كانت أعماله الأولى اللي هي عنتل الزعتر، كتابة عنتل الزعتر، وكانت البشارات الأولى لفن جرافيك قادم في العراق، وكان طبعا هو أنجز كثير من الأعمال الجرافيكية المرافقة إلى نصوص شعرية، وأيضا هو أصدر كتاب عن البوك آرتس ومع النصوص الشعرية، ولكنه أصدر الأهم أنا بتقديري في تاريخ الحركة يضاف إلى تاريخ الحركة الجرافيكية في العراق هو كتابة للزعتر أو مجموعة للزعتر. رافع الناصري طبعا اكو اسم اخر مهم جدا اللي هو الفنان الكبير غالب ناهي. غالب ناهي يعتبر ايضا من الحفارين. نعم. والفنانين الكبار والفنان الاخر الاكثر حضورا وشكل حضور كبير حتى في امريكا هاشم الطوي، يعتبر من الحفارين الممتازين اللي ايضا ترك مساحه واسعه تاثيري. انا اعتبر المساحه الواسعه الظل الذي يتركه الفنان على جيل اخر، على جيل كامل، يعني جيل من الفنانين الذين تاثرون بهذه التجارب. قد يبدو ان المساحه قصيره للنساء في هذا الجانب. نعم. يعني تبقى الفنانه هنا مال الله وفيروز واحده قد ما يذكروها الاخرين او يعرفوها، لكن من لبنان صح؟ فيروز. نعم. كانت من الفنانات العراقيات ومن الحفارات والطباعات الممتازات، بل هي في فتره من الفترات اشتغلت في مشغل الفنان في الكبير لبنان. المرحوم. نعم. رافع الناصر في العراق. لا عندما عندما بالعراق. اسست الاورفلي، لكن اعتقد هي مقيمه الان في هي لبنان. هي في لبنان. نعم. حقيقه مقيمه. فيروز كانت من الطباعات الممتازات وكان تسهم بشكل كبير جدا في إغناء الساحة التشكيلية مع الفنان عبد الحسين تويتش أيضا من الجرافيكيين. وطبعا الساحة بها كثير من الأسماء، لكن المشكلة الكبيرة جدا حضور فن الجرافيك الآن كلش ضعيف. يعني احنا في كلية الفنون الجميلة حافظنا على حضور هذا الفن بشكل واسع. دكتور يعني اليوم أنت أغنيت كل أسئلتي، يعني عندي كثير من الأسئلة خليتك تسترسل لأنه أنت تجيب على أسئلتي إيحائيا ومن غير أن أسألك. عندي الكثير من الأسئلة حول هذا الفن، لكن سنخرج لفاصل وبعدها نواصل. وأعود إلى الدكتور محمد. دكتور محمد،
أوجزت كثيرا بشكل موجز، تكلمت عن تاريخ طويل ويمكن وثيقة مهمة عن فن الجرافيك، أعتقد أنه سيستفيد منها الكثيرين من الدارسين عن هذا الفن بالذات. أريد أعرف دكتور، متى بدأ تدريس الجرافيك بالعراق بشكل خاص؟ طبعا نشأ فن الجرافيك كدرس أكاديمي ممنهج ووضعت له مناهج ومفردات بمجيء الرعيل الأول من المتخصصين في الجرافيك إلى العراق، اللي هم رافع الناصري وسالم الدباغ وسامي حقي وأيضا غالب ناهي وهادي نفل وسلمان داود، المرحوم سلمان داود. أعتقد يعني على ما يتخطر لي بسبعينيات القرن المنصرم بدأ بشكل فاعل جدا وأسس فرع الجرافيك في معهد الفنون الجميلة وأخذ مساحة واسعة. أغلب الجيل المهم من الجرافيكيين وتخرج من معهد الفنون الجميلة مع أساتذة مهمين مثل سالم الدباغ ورافع الناصري. الأهم أنا أعتقد في الدرس الأكاديمي وفن الجرافيك في العراق هو الأهم، وكان له حضور واسع وكبير جدا، وتخرجوا على يديه خيرة الحفارين والطباعين والجرافيكيين، منهم من استمر في عملية الجرافيك وهذا الفن النبيل، أنا أعتبره من الفنون النبيلة، ولكن الآخر تسرب في التشكيل العراقي رسما أو نحتا، فانحاز إلى منطقة الرسم أحيانا أو النحت أحيانا أو الخزف أحيانا، فوجد له مساحة واسعة في هذا الجانب. أما في كلية الفنون الجميلة أيضا هو من سبعينيات القرن المنصرم تقريبا، بوجود فن ستينيات القرن المنصرم ونهاية السبعينات، يعني نهاية الستينات بداية السبعينات، عندما كان فنان عالمي وهو كان أرتو مافيسكي ولازيسكي، واحد مدرس جداريات واحد مدرس جرافيك، فدرس هنا الجرافيك في العراق، وأيضا لكن لم يكن درسا تخصصيا وإنما كان درسا مرافقا لدرس الرسم، يعني هو جزء من تقنيات الإطار ضمن المنهج، ضمن المنهج منهج الرسم. أيضا هم ربوا جيل جيد من الفنانين المهمين جدا اللي هم التحقوا من معهد الفنون الجميلة في كلية الفنون الجميلة كطالبة متميزين، مثل صادق كويش على سبيل المثال كان أيضا هو جرافيكي مهم جدا، ولكن عندما التحقوا في كلية الفنون الجميلة تحولوا إلى رسم لأن ماكو تخصص دقيق، لكنه مارسوا عملية الجرافيك وكانوا أمينين، يعني فنان مثل فنان كبير مثل صادق كويش ما زال أمينا لفن الجرافيك وما زال يشتغل في منطقة الجرافيك على الرغم من التحولات الكبرى في تجربته بالإنيميشن وبالإنستليشن وحتى بالفنون الكونس بيشول آرت والفنون الأخرى، ما زال هو أمينا لفن الجرافيك. لكن كفرع أسس عام 2014، وأنا كنت حقيقة في كلية الفنون الجميلة، كنت من المساهمين في هذا الفرع، كان أنا والأستاذ المرحوم دكتور بلاسم والأستاذ الكبير دكتور هادي نفل، كنا إحنا مساهمين، وسعيت بشكل كبير جدا أن أؤسس فرع وأحافظ على قيمة فن الجرافيك وديموم تحقيقا في الحركة التشكيلية العراقية. أسس هذا الفرع في كلية الفنون الجميلة، وضعت له المناهج بالتواصل مع جامعات عالمية في إنجلترا، طبعا أيضا معلومة بأنه الفنان المرحوم ياسين محمداوي الفنان العراقي الكبير والاسم المهم الله يرحمه في عمان شكل حضور هائل، كان هو خريج إنجلترا جرافيك، ليس هنا المفارقة، المفارقة بأنه الفنان العالمي الكبير فرانسيس بيكون وكان مشرفة في الماجستير، وهذا طبعا مهم يعني فشيء مهم للتاريخ يعني يذكر. في كلية الفنون الجميلة أسسنا عام 2014، أسهمنا في أن ينتقل الفن الجرافيك إلى مساحة أخرى جديدة، حدثنا طورنا المناهج، ايضا سرعنا عمليه انتقال فن الجرافيك من الجرافيك التقليدي الى الجرافيك الذي يغتني بالتقنيات المختلفه، اصبحت هناك لوحه جرافيكيه حضورها واسع في الحركه التشكيليه العراقيه، كثير من اصدقائنا الذين ياتون من خارج العراق من امريكا ومن استراليا من المانيا من ايطاليا وهم متخصصين في الجرافيك كانوا يستغربون حجم ما ينجزه الطلبه بالضبط، وهذا سبب اختيارنا لحضرتك اليوم في هذا الفن بالضبط، وبالذات انه حضرتك يمكن الصورة اللي دا تنتقل إلى كل دارسي الفن وكل المغتربين أنه دكتور محمد الكناني هو من ربما أسس لدراسة الجرافيك في كلية الفنون. نعم، والآن أنا في الطريق لتأسيس دراسات عليا في الجرافيك، طبعا الآن عندي فريق من الأساتذة الأكفاء من الشباب، أستاذ عدي أستاذ رسول ودكتور صاحب، والآن التحق بنا دكتور طاها، وكانت الدكتورة إلهام الله يرحمها أيضا توفت، كانوا أيضا هو فريق طيب ولطيف ونبيل حقيقة أمين على هذا الفن، وحققنا قفزات نوعية حقيقة، الآن زخم كبير من الطلبة
في فرع الجرافيك، لأنه نحن ندرس مواد كثيرة يعني، وأنا استحدثت يعني استحدثنا مواد جديدة، وأيضا خبراتنا الشخصية لعبت دور كبير جدا في قولبة بعض الاتجاهات وإعادة إنتاجها بطريقة أكثر فنية أكثر احترافية. هذه تحتسب لك طبعا دكتور. والله إحنا التاريخ كفيل بأنه يضاف يعني حقيقة، نحن نشعر يعني مثل ما يقول كانت، أنت عليك أن تسعى في التعرف، تتعرف على الأشياء أو تعرف، ومن ثم تسعى لتعليم ما تعرف. أكيد. وهذا مهم جدا حقيقة. أكيد. يعني دكتور برأيك هل تعتقد أن فن الجرافيك يأخذ الآن على الأقل، خلينا نتكلم بالعراق، هل يأخذ فن الجرافيك مساحته الكافية كفن بحد ذاته؟ للأسف الشديد لا، يعني المساحة اللي يمتلكها فن الجرافيك كطاقة، كطاقة جمالية وتعبيرية وتقنية، لم تأخذ المساحة المتاحة لها. طبعا هذا سبب عزوف بعض الفنانين عن الاشتغال مرة أخرى في الجرافيك، طبعا للإغراءات اللي وفرها الرسم يعني، ولوحة الرسم ومشهدية الرسم، حتى الاقتناء ربما. طبعا لا، هو طبعا الجرافيك ساهم في كثير بأنه يقتنى العمل الفني. يعني أنا أشتغل عمل فني مثل جرافيكي، لوحة واحدة أطبعها 100 طبعة أو 50 طبعة يسهم في الانتشار، يعني كل الطبعات هي أصلية، في حين لوحة الرسم واحدة هي أصلية. بالضبط. في الجرافيك أنت تطبع 50 طبعة كلها أصلية، ترقم كلها أصلية، بالتالي تكتسب نفس الأهمية. لكن ربما لا يمتلكون الثقافة في معرفة ثقافة اقتناء المطبوع الورقي ضعيفة في العراق. إحنا دائما مع الثابت، يعني مثل ما يشتغلون بالذهب والفضة والألماس الثابت يسموه، يشتغلون بالفن بالثابت، يشتغلون بال، إذا تروح تقتني تمثال فلازم برونز، وإذا تقتني لوحة لازم كانفاس وعلى أعلى نوع من الماتيريال. نعم. إذا تقتني عمل خزفي لازم من أعلى المواد، طبعا هذه مسألة صحية جدا أن تقتني، وهذا أيضا هو مسألة معكوس علينا نحن الفنانين، يجب أن نتعامل بمواد على أعلى مستوى من الكواليتي لتكون أعمالنا تصمد أمام الزمن. نعم. تصمد التأليف. هذا ما تعلمنا من أساتذتنا. نعم. نبحث عن إكسباير العمل كما كان بالضبط، عندما ترسم عملا توقع هذا العمل إيش قد يستمر في التأليف، إيش قد يصمد أزاء المتحولات، وهذا اللي خلى الفن الآن أعمال اللوحات العراقية يزداد سعرها. بالضبط. طبعا يزداد سعرها لأن أنت تشتغل بأفضل المواد، والمواد طبعا هي أسعارها عالية، إضافة للإسم الذي يصنع والأسلوب الذي يمكن أن يشكل حضور على جدران العرض، يعني سواء كان في البيوت أو في المؤسسات أو في المقتني طبعا أيضا أسمه. الآن فن الجرافيك كان بتقدير، يعني الآن حتى في المزادات الأعمال العراقية الجرافيكية لكاظم حي، للفنان إسماعيل فتاح ترك، لضياء العزاوي، لرافع الناصري، لمحمد مهر الدين، الاسم الأهم حقيقة. نعم. أنا يعني جدا آسف ما ذكرت هذا الاسم الكبير في حركة التشكيل العراقية. نعم. خريج بولونيا وخريج جرافيك يعني بالمناسبة. نعم. ولوحته تغتني بهذه التحولات وأنا درسني الكبيرة في معهد فنون جميلة، درست على إيده جرافيك. نعم. أستاذ كبير يعني محمد مهر الدين حقيقة، هو والمرحوم سالم الدباغ، محمد علي. نعم. شاكر كذلك يعني. فلذلك أعتقد بأنه ما قدمه الجرافيك من العراقي هو مساحة خجولة لا ترتقي إلى ما يمتلكه فن الجرافيك من حضور هائل. بيناليات عالمية الآن تقام الجرافيك في مصر، هذه مصر حقيقة. نعم. أنا يعني حقيقة أحترم جدا الثقافة المصرية بأنه ثقافة ما زالت أمينة على فن الجرافيك، وتقام البيناليات وتقام المعارض. إحنا في العراق الآن تقريبا من سبعينيات القرن المصري لليوم إحنا ما عندنا بينالي خاص بالجرافيك أو معرض خاص بالجرافيك. نعم. أنا حقيقة يعني أكثر من قاعة تعرض أصدقائنا حقيقة دائما، وحتى جميع التشكيلين أطرح عليهم هذا المشروع. نعم. إحنا في الكلية قلت لهم إحنا ماخذين دورنا بأنه نقدم في كل سنة معرض مهم للجرافيك. نعم. وأنا شاهد على هذا الموضوع، دور القاعات الأخرى. نعم. أن تقدم معرض جرافيك، أن ديم هذا نسوي زخم لوحة ممكن أن تقتنى بسعر مناسب. يعني أنا عندي مشروع الآن اسمه لوحة لكل بيت عراقي. إحنا كفنانين نسهم أن نشتغل أعمال صغيرة بأسعار مناسبة، ونخلي أي عائلة عراقية تقتنى عملنا. هذا يساعد في ثقافة الاقتناء. ها بالضبط. نعم. ممكن بكرة أنت تصير عندك 10 أعمال. بالضبط. إيفنت مالتك هو 10 أعمال لعشرة فنانين مهمين بأسعار رخيصة، وبالتالي أسعار ليس رخيصة وإنما أسعار مناسبة، نحن ندعمها كفنانين لمرة. نعم. واحدة أو مرتين، حتى تشكل ثقافة اقتناء لوحة أصلية حقيقية جمالية ذات بعد تعبيري بها تاريخ حقيقي للفن، وأيضا تقتنى كثقافة بصرية. الجرافيك أسهم من زمان، لكن أيضا ما زال التثقيف حول الجرافيك ضعيف جدا. أنا طبعا يعني أريد حقيقة مع مؤسسات الآن يعني متواصل مع مؤسسات أن نسوي ورش جرافيك في المتنبي، نسوي ورشة جرافيك أيضا. نعم. نسوي ورش جرافيك في بعض الأماكن المهمة جدا. سلام عمر أيضا واحد من الفنانين التشكيليين مهمين يعني، تحياتنا إليه طبعا، ويمتلك أيضا باع طويل في هذا الجانب. الآن أكيد. هو أسس قاعة جديدة، هي قاعة قديمة الآن لكن أعيد. نعم. إنتاج قاعة سلام عمر، وفيها مشغل جرافيك. كان لنا موعد لتصوير أكيد في شيء مهم مع. نعم. لأنه سلام عمر لأنه هو من المهنيين في هذا المجال. نعم. هو رجل يمتلك وعي أدائي. نعم. عالي. نعم. يفهم الخامة،
فنان حقيقي هو حقيقة أكيد مجرب أكيد. يضاف إلى ذلك ويمتلك هذه الروحية في أن يبقى فن الجرافيك ما زال قائما. نعم. وأيضا الفنانين المهمين أذكر فاضل النعمة أيضا رجل أمين على فن الجرافيك وهو نعم. مغترب يعني حقيقة، لكن دائما هو يناضل أن يبقى فن الجرافيك هو فن قائم وله حضوره في الحركة التشكيلية. دكتور، الكثير من التساؤلات ربما من خلال ما نسمعه عن فن الجرافيك، لكن أنت دائما تغني الحوار. أريدك تكلمني دكتور عن التقنيات التي نستخدمها، وأكيد لنا انتقالة إلى مشغل الجرافيك الخاص بكليتكم، لكن أريدك تكلمني عن تفصيلة الآن بسيطة وبعدها ننتقل إلى المشغل. فيما مضى فن الجرافيك في أيام دراستنا كان يعتمد على اللونين الأسود والأبيض فقط، الآن صار استحداث بإدخال ألوان، وصرت أتفاجأ لما أجي إلى معرض الكلية أشوف إنتاجات الطلبة وإنتاجاتكم وحتى إنتاجات الفنانين العالميين الآن بها ألوان عديدة، تجد أنه أحيانا تسأل نفسك هل هذا العمل جرافيك أم هو لوحة زيتية؟ كلمني على هذه النقطة وبعدها ننتقل إلى مشغل كلية الفنون الجميلة. أكيد طبعاً الجرافيك هو بتقنيات متعددة ومنذ البداية طبعاً هو بدأ يعني بلونين حياديين، إما قد يكون الأسود والأبيض أو الرؤمبر والأبيض طبعاً، ولون لون 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 الورقة ونوع الورقة يلعب دور كبير جداً. نعم. الخاص بالطباعة، وايضا شهد تحولات طبعا في الالوان، وخاصه عندما يعني بدات تظهر تقنيه السيليك سكرين وعزل الالوان واربعه الوان تفرز اربعه الوان، وبدات هذه العمليه اغراء يعني تحول النص الجرافيكي الى نص اقرب رسموي، نص قريب للرسم. لكن الشائع والتقاليد يعني طبعا هو ان يبقى فن الجرافيك بلونين، اللون الاسود وطبعا اللون الابيض ولون الورقه حقيقه. نعم. اللون المطبوع هو لون واحد في الحقيقه. نعم. ليس لونين. وأيضا لأنه تقنية الجرافيك هي تقنية مبنية على الخط، يعني الميزودينس الجانب الخطي ستريت لاين أو دوت لاين، هذا طبعا هو يعطيك إحساس التخطيط. لذلك طباعة الجرافيك الليثوغراف على سبيل المثال تعطيك إحساس بطبعة، هذه طبعة الإصبع أيضا ممكن تظهر أيضا في الطباعة هذا الإحساس جدا العالي بالخط، لذلك الخط هو أسود. فلذلك نقلت هذه التجربة الحسية الداخلية التقنية، وأقرب تنفيذ إليه عبر وسيط التقنية الجرافيكية، فشهدت الأعمال الجرافيكية العراقية والعالمية طبعاً. نعم. بأغلبها يشكل 90% منعتها هو بلون واحد من اللون الأسود أو الألوان القريبة منه، لكن التحولات اللي صارت لاحقاً ورغبة الفنان إضافة لأسلوبه. نعم. والطاقة التعبيرية التي يبثها في نصه البصري تقتضي عملية استخدام والتجري. ألوان يعني مثلاً المدرسة الأمريكية على سبيل المثال أندي وارهول هو أكثر الفنان الذي أدخل الألوان، طبعا اعمال مثل مارلين مونرو واعمال ما وهذه اللي فرزها اربعه الوان طبعا لان هو كان طباع سكرين اساسا اعلانات، فبالتالي من نقل الى مرحله الجرافيك حول الجرافيك كله الى الوان ملون. وايضا ليشتنشتاين وروشنبرغ ايضا حولوا هالطباع السلك سكرين ملونه، فبالتالي انت الان ما تفرق ما بين العمل الجرافيكي والعمل الرسموي. تجربه مهمه جدا الان، اكو مشغل عندنا كبير يعني وجزء ماكو يعني ماكو صورة عنه واضحة. نعم. ومشهد الفنان والطباع الحفار المهم عبد الله عمر، طبعا الآن أغلب الفنان العراقيين مثل عامر العبيدي وسعد الطائي وغيرهم من الفنان طبع أعمالهم ملونة. نعم. بأربعة ألوان يفرسها أربعة ألوان، طبعا وهي تقنية جديدة، كنا سابقا نشتغل بطريقة الكواتنت وطريقة الشوغر تكنيك حتى نحقق هذا الووشينج اللي موجود بطباعة الزنك. الآن ممكن أنت تطبع تفرز الصورة نفسها وممكن تسحبها سيليك سكرين على قطعة الزنك ونسحبها أربعة طبعات وبعدين من نطبعها مرة أخرى تعطينا الألوان كاملة. وهي التقنيات طبعا احنا كل ما تستحدث تقنية في الطباعة المجاورة أن نستثمرها في طباعة الجرافيك. اليوم راح نستغلك، لا نقول أبشع استغلال وإنما نقول أجمل استغلال. اليوم في حلقة استثنائية سوف نذهب إلى مشغل الجرافيك في كلية الفنون الجميلة ونشاهد الدكتور محمد الكناني وهو يطبع عمل جرافيك أمام المشاهدين. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
وعودة من جديد في مشغل كلية الفنون الجميلة للجرافيك ومع الدكتور محمد الكناني بشكل حصري واستثنائي من خلال برنامجنا. راح ينفذ اليوم الدكتور محمد الكناني طباعة عمل جرافيك أمام الكاميرا. دكتور اليوم أريدك تكلمني إيش راح نسوي وشوف المشاهدين نبذة بسيطة عن الجرافيك بشكل عملي. نعم، هي العملية حقيقة راح نسوي درس تقريبا هو من مخرجات درس الجرافيك والحفر البارز تحديدا. نعم. لكليشة من الكاوتشيك أو النيو محفورة بشكل بارز. طبعا هو الحفر البارز اللي هو الوود كات واللينو كات، هو تحفر الكلائش، المنطقة المحفورة هي سوف لن تأخذ حبر ستكون سالبة، أما المنطقة التي لا تحفر فهي تكون بارزة وبالتالي التي تستقبل الحبر، لذلك عملية التحبير راح تكون مغايرة عن طبيعة الإيتشينج أو الدراي بوينت والليثوغراف أيضا. نعم. راح تكون بواسطة رولات، وهذه الرولات هي من الربر مصنوعة خاصة وتكون ذا سطوح مستوية تماما، لأن حتى الحبر ممكن يأخذ بشكل طبعة تأخذ الحبر أو الكليشة تأخذ الحبر بشكل متساوي حتى تحقق عملية الطباعة بشكل واضح. طبعا هذا جزء من مخرجات الدرس العملي الجرافيكي للمرحلة الثانية والرابعة وبتقنيات متعددة، لكن احنا اليوم راح نشتغل بأبسط الأشياء اللي هي تقنية الطباعة البارزة. المرحلة الأولى هي رسم. طبعا أول مرة هو الطالب يأخذ، احنا طبعا يوجه الطالب أن يأخذ سكيتش، وهذا السكيتش طبعا مبني على وفق المنهجية. نعم. سواء كان شكل بورتري أو شكل من الطبيعة أو شكل من يوميات الكلية أو موضوع ما، ينفذ هذا بأول مرة، يخطط على الكليشة اللي هي اللينيوم أو الكاوتشيك. ثم تبدأ عمليات الحفر بواسطة أدوات حافرة خاصة سموها التولز، تحفر طبعا المساحات التي تحفر سوف لن تأخذ حبر، لذلك الطالب يأخذ من البدء يعرف المناطق السالبة والمناطق الموجبة، مناطق الظل ومناطق الإضاءة، حتى عملية الطباعة تكون متشاوقة مع طبيعة الموضوع الذي يشتغل عليه الطالب. لهذا طبعا احنا راح نستخدم واحد من الأعمال اللي هو بورتري للملك فيصل بشكلين على شكل عملة، وراح ايضا نشوف شلون كيفيه عمليه تحبير هذا الشكل وايضا عمليه طباعته. طبعا راح نطبع على ورق بسيط جدا. نعم. ورق ارت، ورق طبعا مصنوع من ماده قطنيه ولونه اسمر، طبعا يستخدم للجراد، طبعا هذا نستخدمه للتي تيست اولي حتى بعد ان نقوم بعمليه الطباعه بشكل جيد. نطبع على ورق متخصص، تخصص وزنه من 100 غرام الى 270 غرام طبعا حسب نوع العمل وحسب نوع التخصص. راح تشوفنا من خلال، راح نبدا الان عمليه التحبير. طبعا نستخدم الان احبار مائيه، وهذه الاحبار المائيه طبعا هي سيفتي اكثر، اضافه الى ذلك عمليه تنظيفها اسهل وايضا تعطينا نفس الكواليتي للاحبار اللي نستخدمها سابقا اللي هي احبار الثنريه اللي هي احبار الاوفسيت، واحبار طبعا متخصصه بالجرافيك. وعندنا نستخدم اما الطباعه اليدويه واما الطباعه الميكانيكيه. الان احنا راح نحبر اول مره، طبعا بيوضع كميه الحبر المراد الطباعه يعني حسب كميه او حجم المطبوع وعدد النسخ المطبوعه، طبعا هذه يقدرها الطباع يقدرها المحترف طبعا بانه كميه الحبر اللي رايح يحتاجها. طبعا هذه الرولات رولات متنوعه مختلفه الاحجام وتستخدم باليه سهله جدا، طبعا يمكن تعلمها بشكل سهل لكن تحتاج الى عمليه احترافية حتى تعرف انت كمية الحبر اللازمة التي تلتصق بالرول. اولا تبدأ عملية دعك الحبر بشكل جيد ومزجه بشكل جيد، ثم تبدأ عملية تسيير هذا الحبر على الرولة بشكل عمودي ثم بشكل افقي حتى تاخذ ياخذ الحبر بشكل كامل جدا. دكتور حتى يكون واضح للمشاهد. نعم. وايضا لمتلقين الفن ودارسي الفن، هذه الطريقه هي الطريقه البسيطه والمبسطه لفن الجرافيك اللي هي يستخدموها حتى كطريقه تدريسيه وتعليميه. لا، هي حتى الطريقه المحترفه ستمون. نعم. العفو، حتى الطريقه المحترفه هي تستخدم نفس الادوات والالات. نعم. في الطباعه البارزه، لكن اقصد التقنيات الان اعتقد الآن بها طبعا تقنيات مختلفه. نعم. يعني نعم. طبعا ولكن يعني من المفارقات بانه فن الجرافيك ما زال امين على استخدام المواد الاولى اللي استخدمها الطباعون والحفارون في القرن السابع والا يخرج عن ثيمته. اي طبعا وهذه العتق وهذه القدم هو ينطي هذه الاصاله. بالضبط. تبدا عمليات التحبير، طبعا احنا راح نحبر المناطق المرتفعه اللي هي راح تستلم الحبر، من المناطق المنخفضة ما راح تستلم الحبر. وطبعا هذا اللي هو يمكن احنا نطلق تسمية الحفر البارز او الطباعة البارزة على هكذا نوع من التقنية. طبعا توضع الرولة، عادات احنا نعلم الطلبة بانه دائما يرفع المطبوع من الاسفل حتى لا تتم عملية مس اي منطقة محبرة حتى لا تظهر عندنا بالطباعة. نذهب الان الى ماكينة الطباعة وبالتالي راح نحقق الفعل الطباعي، وهذه طبعا الطباعة تسمى الطباعة الميكانيكية باستخدام جهاز البريس ماشين او ماكينة الطباعة اللي هي هذا.
طبعا هذه مكينة الطباعة، اكو انواع من مكان الطباعة. اذا كان المحفور هو من حفر بارز طبعا كاوتشيك او لينينيوم او خشب، نستخدم طبعا هذه مكينة خاصة بطباعة الطباعة البارزة. لكن في طباعة الإيتشينج تستخدم مكينة أخرى، هي سلندر يكون كبير، لأنه الضغط يكون على الداخل، لأنه الحبر راح يكون في الداخل بالإيتشينج، أما في الحفر البارد تستطيع بالضبط أن توصل بالضغط بالضبط المناطق العميقة للحبر. طبعا راح نستخدم إحنا ورق عادي لأنه للتيست أولا، طبعا يراعى في عملية الطباعة، يجب أن تكون الطباعة نظيفة جدا ما تتحرك، إضافة إلى ذلك يجب أن يعتني الطالب بنظافة المطبوع، وأيضا عملية هذا القايد اللي موجود على الماكينة لازم يحس بحسابات دقيقة، لأنه الطباعة راح تتكرر في 10 مرات، فلازم تجي في نفس المكان في كل مرة. راح الآن ما تزحف الورقة من مكان، طبعا أكيد إحنا لذلك يراعى في عملية الطباعة أن تكون الأشياء منضبطة. طبعا عادة نلصق المطبوع بشكل بسيط جدا ثم نوضع هذا اللباد، وهذا اللباد طبعا قماش خاص طبعا يصنع مبي نسيج، لانه النسيج حتى لا يترك اثر على من على الورقه الطباعيه، فلذلك هذا مبي نسيج. طبعا انا ضبطت الماكينه البالانس بان ماكينه على ارتفاع المحفور، طبعا هذا لازم الطباع يضبط الماكينه مالته ويسوي لها بالانس على ثيكنس الخاص بالمطبوع او بالكليشه. تبدا عمليه الطباعه، طبعا هذا الضغط المسلط من هذا السلندر، وضغط يعني الضغط اللي يسلط من هذه الى هذه المسافه من الف الى باء 100% هو منضبط بنفس القيمه وبنفس الكميه او بنفس الوزن، فبالتالي تتحقق عمليه الطباعه بشكل منضبط. طبعا عاده احنا نرجع الماكينه مرتين للتاكد من انه عمليه الطباعه راح تتم بشكلها المنضبط والصحيح، وبحيث يغطي كل المساحه المحفوره. طبعا عمليه دائما نعلم الطلبه بانه يمسك من طرف ويرفع من طرف، خاف الطابعه تكون مثلا هي غير منضبطه او الطابعه الان ما طابعه بشكل جيد، ممكن يرجعها ويطبعها مره ثانيه بالماكينه، فنثبتها من طرف ونرفع من طرف اخر. من نوصل نشوف المطبوع جيد نرفع بهذه الطريقه ونرفع للاعلى حتى لا ينزل الورقه تنزل مره اخرى وتتلف لنا المطبوع. الان حققنا فعل طباعه بشكل بسيط جدا من ماده اوليه لدرس جرافيكي، المخرجات درس جرافيك للمرحلة الثانية اللي هو الطباعة البارزة. طبعا احنا في المرحلة الثانية ندرس تقنية الطباعة الحفر البارز، والصف الثاني الصف الثالث ندرسهم تقنيتين اللي هي الليثوغراف والسيليك سكرين، اما في المرحلة الرابعة فالطالب يدرس الدراي بوينت والإيتشينج، فيغطي لنا ما يقارب تقريبا الى 6 تقنيات بالحفر الطباعي، ويغطي التقنيات الاخرى اللي هي الطباعة الليزرية والطباعة الحرارية والطباعة الرقمية في درس آخر اسمه هو الطباعة الرقمية، ونغطي بعض الدروس بالتطبيقات اللونية، نغطي المونوتايب والكولوغرافي، فبالتالي الطالب راح يغطي كل أنواع التقنيات الطباعية، إضافة إلى التقنيات الطباعية الجديدة التي جزء منها إحنا ابتكرنا حتى نسهل عملية الطباعة وننوع في عمليات الطباعة، بحيث بدينا نستخدم كلايش ورقية ونستخدم كلايش أخرى هي متاحة للكل. والآن طبعا الوقت ما يسعنا بأنه نقدم بعض التقنيات الجديدة، يعني اللي ما حد يجوز ماكو بالدرس الجرافيكي بس بالعراق احنا ندرسها، لأن احنا نطيها من خبراتنا الشخصية. من أفضل طبعا التقنيات اللي يدرسها الطالب والمفترض هي تكون احترافية هي الإيتشينج، هو الحفر بواسطة الحامض، استخدام حامض النتريك المخفف من 3 إلى 1 أو من 3 إلى 5، وهذا طبعا نحفر هي خامة اسمها خامة الزنك وهي سبيكة. اكو اكثر من تقنيه الحفر، اكو تقنيه بشكل مباشر طبعا تحفر بشكل مباشر، تغطي اول مره الطبقه بمقاوم حفري اللي هو الورنش او الزفت او اي ماده بيجمنت ما ياكلها الحامض او ما يحفرها الحامض، فتبدا عمليات الازاله بشكل بسيط جدا، عمليات الازاله بادوات حاده، هذه طريقه. الطريقه الثانيه الشوجر تكنيك اللي نستخدم مثلا ماده حبريه مع الشكر يعني مع السكر يذاب السكر، نبدا نرسم بالفرشات على سطح الزنك بشكل حر ثم نطليها بماده المقاوم الحفري ثم ندخلها بمي دافي، راح ينسحب المي السكر يذوب فيصعد لي فوق، فتبقى اثار الفرشات، ندخلها بالحامض يحفر الحامض، ايضا نحقق نوع من انواع الطباعه، وهذا الطباعه كل الشائعه. الجانب الاخر اللي هو الكواتنت، طباعه الكواتنت، نستخدم طبعا الكواتنت هو نوع من انواع الدامر او هي طبعا ماده قلفونيه، تطحن هذه الماده القلفونيه تتحول الى باودر. الباودر طبعا احنا شو نريد هنا نحصل؟ نحصل تاثير ما يسمى بالووشنج او تاثير الالوان المائيه، اللي نحصل اكثر من تقنية وأكثر من مستوى طباعي. طبعا توضع القطعة ترش بهذه السائل هذه المادة البودرية، بعدين طبعا نعرضها إلى مصدر حراري حتى تلتصق، ندخلها بالحامض بعد رسم الموضوع، راح يحفر الحامض، طبعا فترة حفر الحامض تعتمد على تركيز الحامض،
تركيز الحمض تستمر من ساعتين إلى ثلاث ساعات وأحيانا أربع ساعات وأحيانا نسرعها إذا نضيف تركيز الحمض أعلى. لكن عملية الطباعة خاصة بالليتشينج يحتاج لها فترة فد ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات حتى عملية الحفر يكون منضبطة. طبعا نسوي عملية رولينج نسميها إحنا الموجي، خليها شكل ونحرك كل هذا حتى يحفر بشكل يأخذ كل المساحات. تنحفر العملية طبعا تدخل بالليتشينج بالكواتين تدخل ثلاث مرات أربع مرات القطعة تنحصل أكثر من مستوى. ننظفها طبعا نغطي المناطق اللي مريت تنحفر بمقاوم حفري وايضا نخلي كواتنت ونحفر مره اخرى الى ان يظهر الكليشه تظهر بشكلها النهائي. نغسلها بعدين الاطراف مال الكليشه راح نبردها راح نسويها تيبر لانه اثناء عمليه الطباعه ممكن هذا تعرف معدن حاد ممكن يشق لنا الورقه اثناء عمليه الضغط. اذا طبعا الورق المستخدم نستخدم ورق من وزن 100 غرام الى 400 غرام اللي هو نوع من انواع الورق الارتش او الفابريانو، وطبعا هذا مصنوع من ماده قطنيه تحديدا لانه بي فليكسيبيليتي بمرونه اثناء عمليه الطباعه والضغط ممكن يتحرك يعني ممكن ما يتمزق. وطبعا هو الكواليتي العالي يعطيك مطبوع عالي الجوده اضافه الى ذلك احترافي فممكن تقدمه كعمل احترافي مهم. تبدا عمليات الطباعه بانه نحضر السطح الطباعي مالتنا نحبره طبعا بطريقه مختلفه. طبعا نوضع الحبر ونسوي صرر من القماش القطني ونبدا عمليه دعك الحبر وين يدخل في المناطق الغائره ثم تنظف بورق الجرائد. كل المناطق اللي ما راح تاخذ حبر راح يكون لونها تاخذ لون الورقه، والمناطق الغائره اللي اخذت حبر راح تاخذ لون الحبر الحبر بالطباع او الحفار سواء كان اسود رؤمبر او لون اخر. ثم توضع بنفس الطريقه في الماكينه. طبعا الورق يرطب من البدايه طبعا في حواض يرطب نسبه الترطيب مالته تصل الى تقريبا نصف ساعه او ساعه ثم يجفف لكن يبقى رطب حتى هذا اللي قلنا عليه الفليكسيبيليتي يبقى جدا عالي. نسوي جايد وهذا الجايد اللي تشوفه بالماكينه حتى عندنا الطبعات تكون متكرره بنفس الجايد. يوضع الجايد للكليشه ثم جايد اخر للمطبوع ثم تبدا عمليه الطباعه. نشوف الطبعه اذا كانت هذه الطبعه هي منضبطه جدا نسميها ارت بروف الطبعه التجريبيه اللي راح نطبع كل الطبعات لازم تشبه هذه الطبعه. فبالتالي تتم عمليه الطباعه وتجفيف المطبوع وبالتالي تصبح الطبعه عمل فني يوقع طبعا اكو تقليد عندنا بالطباعه الجرافيكيه يوقع العمل لازم سنتيمتر بعد العمل بشكل مباشر من اليمين الى اليسار باللغه العربيه او من اليسار الى اليمين باللغه الانجليزيه. دكتور يعني الوقت معك ومع هذا الفن العالمي اللي انا من عشاقه طبعا لانه دارسته في سنوات بعيده اريد توجه لي سؤال مشاكس وايضا راي اريد توصله الى من يهمه الامر بما يخص فن الجرافيك. انا اعتقد بانه عمليه الجرافيك وتقنيات الجرافيك هي من السهوله حقيقه للمحترفين ان ممكن يستخدم اي خامه الان، اي خامه هي قابله للطباعه، حتى الكلايش الورقي قابل للطباعه وممكن نخرج اعمال كبيره جدا. لذلك اعتقد بانه عتب كثير على الفنانين الذين جعلوا فن الجرافيك ينحسر عن الساحه التشكيليه. انا يعني من هذه القاعه ادعوهم لكل فنان، اي فنان عراقي داخل العراق ممكن كلايشه او يحضر اي شيء ممكن احنا نقوم بعمليه الطباعه مجانا وبشكل ودي وكاصدقاء، ممكن يجي يشتغل هنا كورشه عمل في كليه الفنون الجميله، وممكن ايضا ينجز اعماله هنا في قاعه كليه الفنون الجميله حتى ممكن نعرضها ويرجع بريق فن الجرافيك مره اخرى لصالات العرض وتزدان به جدران العرض كفن واحد من الفنون الرياديه في العراق. وبعد هذه الجولة الإبداعية في مشغل الجرافيك في كلية الفنون الجميلة نطوي معكم اليوم صفحة من صفحات الجمال والفن والإبداع ونعود معكم بصفحة أخرى. أستودعكم الله وأتمنى لكم مساء ملؤه العافية.